موقف صادق من معلم مخلص لمهنته غير حياة محمد الجابر، لأن النصائح الصادقة تقع في القلب مباشرة. هذه النصيحة قلبت حياته رأسا على عقب، وحولته من طفل يفرح عندما يقطع السيل الطريق إلى المدرسة إلى صبي هدفه أن يكون في مقدمة المتفوقين. الرجال يغدي رجال، قالها له والده وهو يودعه لما آن الرحيل إلى المستقبل بعيدا عن أهله وقريته، وظلت تلك الجملة كالنيشان بين عينيه طوال حياته، تلازمه كأمانة في عنقه. لكنه علم مع تقدمه في التجارب والعمر أن هذه لم تكن وصية أب يخشى على ابنه التهور والانحراف، وإنما درس جديد من دروس الحياة، بل أكثر من ذلك، قاعدة حياة كبرى لبناء الأجيال ونهوض المجتمعات. هكذا هم أصحاب العقول، يقدرون الكلام حق قدره، ويفهمون في لحظات ما يمكن أن يتعلموا غيرهم في سنوات.